أولا الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو تنوير الرأي العام بطريقة تدبير انتخابات المأجورين في المغرب منذ بدايتها وصولا إلى انتخابات ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين، خاصة أنه اعتدنا أن نشاهد أنها هذه العملية منذ بدايتها إلى انتخاب ممثلي المأجورين في هذه المؤسسة التشريعية تشوبها خروقات واختلالات وتزوير وتدليس، أكدها المجلس الدستوري في مناسبات متعددة في سنة 95 في سنة 2009 والآن في سنة 2022 نتيجة تزوير وتدليس والتلاعب بالقوانين. انتخابات تشريعية، انتخابات جامعية، انتخابات المهن بمعنى الغرف المهنية كلها تمت مراجعتها في كل مناسبة أو في كل سنة ديال الانتخابات وتنص عليها مدونة الانتخابات، إلا هذه الانتخابات المتعلقة بالمأجورين بقت مفتوحة للتلاعب بمصير وقضايا الطبقة العاملة المغربية وبالطبع بالمسألة ديال التمثيلية. أخيرا المحكمة الدستورية انطقت بالحكم ديالها بخصوص طعن ديال المنظمة الديمقراطية الشغل، أجابت عن جزء وأغفلت أجزاء أخرى، أجابت عن الجزء المتعلق بترشح بعض المتقاعدين وقبلت الطعن ديالهم اللي هما جوج الأشخاص التابعين للمنظمة النقابية ديال الاتحاد المغربي للشغل، ورفضت الطعن ديالنا في مصطفى الوجداني في قبول ترشيح ديال مصطفى الوجداني لأنه هذا عضو غرفة تجارية ما يحقش له أنه يترشح مع المأجورين، وسبق المحكمة الدستورية أن ألغت مقعد ديالو في الولاية السابقة، وهذا الترشيح كان عنده تأثير على نتائج المنظمة الديمقراطية الشغل لأنه حصل على 400 ديال الأصوات وما كانش خصو يتقبل الترشيح ديالو، وترشح مع نقابة اللي سبقت المنظمة الديمقراطية أن طعنات في التأسيس ديالها لأنها أسسها باترون ماشي أجير. المنظمة الديمقراطية طالبت بإسقاط اللائحة الكاملة ديال الاتحاد المغربي للشغل، المحكمة الدستورية علت الرفض ديالها لهذا الطلب هذا بأنه الظهور بشكل واضح، هذه النقطة اللي كتنص عليها المادة 118 من القانون التنظيمي ديال الانتخابات ديال 1154، هذه المادة كتقول ما خصش يكون ظهور ديال الأشخاص في اللائحة المرشحين داخل مقرات رسمية. احنا بالنسبة لنا الشريط اللي خديناه من الموقع الرسمي ديال الاتحاد المغربي للشغل في الفيسبوك، السيدة كتبان بوضوح داخل قبة البرلمان تتحدث عن نقابتها، وبالنسبة لنا احنا هذا ما واضحش، بالنسبة لنا واضح جدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.